رجعنا من جديد في سبور ميكس الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم، نحكي على النادي الفريق النادي البنزرتي وكذلك الكلام اللي خرج حول انتقال أشرف كرير حارس النادي الرياضي البنزرتي للنادي الافريقي. برشا كلام خرج البارح انه حتى في صفحات السيابين تم حسم الصفقه هذه. على ذلك معنا بالتليفون حمزه الطياشي الناطق الرسمي للسيابي، شفناه هبه تدوين البارح متقلق من الكلمات اللي قاعد تخرج في هذا السياق. حمزه اهلا بك. صراحة النور سلام، تحية لي خويا، تحية للكل معك في البلاتو طارق وصديقي رفقي، تحية لبلال وسيمونجي والناس تسمع فينا كلها راديو مسك. شكرا لك حمزة. به أول حاجة ما غير مسألك، أنت مفيت هالبارح الأخبار هذه المتعلقة بأشرف كرير، وكنت توضح لنا بالضبط شنو هي الوضعية نتاعو بالذات. والله أشرف كرير حارس النادي الرياضي البنزرتي عقد عنده مع الفريق حتى لشهر 2026. كما الناس الكل راهو في الكلام على الفيسبوك نتاع أشرف هاو في الفريق هذا، أشرف في الفريق الآخر. أشرف غاب المدة اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت بلوتو، طلب ترخيص بعد مباراة الإتوال من الهيئة المديرة، كان عنده شأن عائلي باش يمشي يقضي، طلب أيامات وكان مكناه من الراحة هذيا. رجع بعد يدرب مع الفريق، كان حاضر مباراة ودية لعبناها نهار السبت ضد فريق ليبي، كان موجود معنا أشرف وخيرنا باش يرتاح ما يكونش هو الحارس نتاع المباراة، وحبينا نجربه ديجا البقية. ومن بعد أشرف استنى في التدريبات نتاعو عادي مع المجموعة وكان موجود على ذمة الإطار الفني، هو اللي باش ياخذ قرار نتاعو بيان سور، والأشرف يكون موجود مش موجود. قيس العمدوني هذاك اختيار فني بطبيعة للإطار الفني. بالنسبة لأشرف يتدرب، رجع من نهار الاثنين وكان موجود وشافوا الجماهير، شافوا الصور نتاعو على الصفحة الرسمية وفي تدريبات الفريق، الأمور كلها واضحة. بقينا كما قاعدين نسمعوا يا إسلام في جارديان هذا في الجمعية الفنية، جارديان هذا جوهر هذا كذا، الناس كل تتكلم وهذا مو جديد، حاجة عادية. شنو اللي قلق في الموضوع الكل يا إسلام؟ إنه الخبر يخرج من صفحة منسوبة ولا تنسب روحها لنادي الرياضي البنزرتي ويولي المشكل من داخل بنزرت، وهذا اللي قلق. معناتها في بعض الصفحات، نقول مش الكل، يعني اليوم عندنا صفحات في بنزرت قاعدة تخدم في المباهية، واليوم جمهور السيابي من حقه زاد مش عارف المعلومة ويلقى معلومته، لكن ديما نقولوا ماذا بين المعلومة تاخذها في المصادر الرسمية نتاعها. واليوم السيابي عندها هيئة مديرة، عندها نطق رسمي، عندها صفحة رسمية ناخذوا من عندها الأخبار. تشم شكون أنت صفحة، الله أعلم عليك شكون وشكون وراك ولا شنو الأجندة نتاعك، تكون أنت سورس نتاع معلومة، وكي تعطي أنت المعلومة ماكش قاعد تحلل. فما فرق يا إسلام بين أنك تعطي رأيك في ماتش، تقرا ماتش، تقرا أداء نتاع لاعب، ولا تعطي رأيك في أداء لاعب، ولا تنقد هيئة مديرة. هي حقك، الناس كل تتكلم ربي معاها ولها كامل الحرية بيان سور، وإحنا بالعكس كهيئة مديرة نصلحوا أغلاطنا، نصلحوا رواحنا بالنقد البناء، سواء للصفحات ولا للجمهور ولا اي عبد يتكلم ولا المحللين ولا الخاين في البلاتو. بالعكس هذاك حاجه تصلحنا ويمكن يراو حاجات هما احنا ما نراوهاش، لكن انك كصفحه ما عندك حتى علاقه بالنادي، فقط انك تنسب روحك للنادي ولا من احباء النادي، تتكفل بانك تهبط خبر رسمي قبل مقابله مهمه نعتبروها للفريق بنهارين، معناتها مراوها كان ادخال بلبله في الفريق. وللاسف للاسف يا اسلام انه الحاجه تتعاود قاعده مع النادي الرياضي بنزرتي المده الاخرى. الكل تعرف انه ديما راس السيابي كان خايف بدات ترفع شامبيونات، وان شاء الله بشوي بشوي حاولوا بشركه بيري وقاعدين يحاولوا. شنو الهدف حمزه؟ شفتك انا في التدوين كتبت قبل ماتش ليتوال صارت كيف حكايه متعلقه بالمدرب سامي القفصي، اليوم حكايه اخرى. معناتها شنو الهدف؟ شنو مصلحتهم هذوما اللي كان هو من جماهير السيابي؟ بالضبط سلام، معناتها هو الجمعه اللي فاتت كيف قبل ماتش ليتوال بنهارين يهبطوا خبر نتاع انه سامي القفصي تم اقالته وتعويضه بسيد نجم الدين وميل اللي هو المدير الفني بتاعنا تاع شوبان. وكي يتكلموا بسيرتيتود، كي يتكلموا معناتها كومسي رسمي. وللاسف اليوم، وهذا اللي طلبته حتى البارح من جماهير السيابي الوفيه واللي بالحق اليوم مع الجمعيه نتاعها، انها ما تبارتاجيش، ما تنساقش وراء الناس هذايا، على خاطر المشكله انه كي الخبر خرج البارح كان البارتاج كبير. معناتها يا اسلام وذاك خاطر هم اعطاو حتى التفاصيل، معناها حتى اعطاو مبلغ الصفقه 320 مليون وكل شيء، معناها بالديتاي اعطاو تفاصيل مضحكه يا اسلام. وما يعرفوا انه حارس المرمى نتاعنا على ذمه الفريق وعقد كبير، واليوم نحترمه حتى أشرف كرير كاسمه اليوم كحارس محترم في البطولة التونسية واللي عامله في البطولة التونسية. اليوم أشرف كرير كيف إذا كنت نتكلموا على عقد أو ما يكون محترم في قيمة اللاعب وفي قيمة نادي الرياضي البنزرتي، مش مبالغ مضحكة معناتها. وسوء النية في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الستاتيو كي تم تسويقه، إنك تعطي مبلغ وبعد تقول مع العلم أن القيمة التسويقية نتاعه كذا، معناتها يعني بلغة أخرى راهو بيعوه بالرخيص. طارق الزيد يقول لك عندوش كلوز ليبراتوار، ما عندوش في بيت، حتى لاعب في النادي الرياضي بنزرتي عنده كلوز ليبراتوار في عقده وعقده حتى جوان 2026
بالضبط. واليوم بالمناسبه يا اسلام نحب نوضح النقطه هذه في بورتوت بالنسبه لنادي رادي بنزرتي، راه كل اللاعبين مرتبطين بعقود مع الفريق وكلهم على ذمه فريقهم، واللي حاجتو باي ملاعب يتصل بالهيئه المديره للنادي رادي بنزرتي مباشره، ما فماش لا عقد لا فما شرط جزائي لا فما حد شيء، وما فما حتى ملاعب يجم يخرج هكاك. دونك لهنا او موا نحترموا بعضنا، نحكي على الفئه هذه. انا البارح تلزينا باش كهيئة مديرة نوضحوا، وتلزيت باش نهبط التدوينة باش وضحت باش وقفت لمراجعين في بنزرت، لأنه يعني انتشر الخبر بسرعة وعنا فريق مركز وقاعد يحضر في مباراته، وما نحبوش التشتيت يضيع للملاعبية. واليوم للأسف يا سليم أنت تعرف أنه الناس الكل عندها أكسسيبيليتي لمواقع التواصل الاجتماعي، ما تنجمش تخبي على الجوريات، ما تنجمش تخبي على الستاف، الناس الكل تقرأ وتشوف. دونك حبينا نوضحوا النقطة هذه. دونك لهنا هذا علاش حبيت نقول، قلت راهو الناس هذه المنسوبة على النادي رادي بنزرتي. نرجع لك قلت شنو السبب، بسبب واضح معناتها نعرفوه في بنزرت ونعرفوه، الغايه هي اضعاف الهيئه، هو ضرب الهيئه، هو ضرب الناس اللي قاعده تخدم تويكا. غير نكون انا موجود يا ما نكونش، يا نكون انا قريب يا ما نكونش، يتلقى مسؤول سابق يتلقى انسان كان قريب قبل الهيئه وتم ابعاده تويكا. وراي على فكره فئه قليله جدا 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 تكاد تكون ضئيله. المشكل وين؟ المشكل وين اسلام بالله؟ خلينا نوضح النقطه، انه كي نهبطوا ستاتيو من هنا البارتاج يكون كبير، وهذاك علاش طلبت من جمهورنا العزيز الغالي انه ما عادش ينساق وراء الحاجات هذوما. بارتاجي واعمل اللي تحب مستقر رسمي عند النطق الرسمي من حمزة. عند الهيئه المديره نجمش هما بناو كلامهم على مثلا مشاكل ماليه بين اشرف مش خالص فلوسه ولا حاجه، نجم يفسخ حتى عقده ولا حاجه من نوع هذا. حتى لاعب في النادي رياضي البنزرتي مثال النادي رياضي البنزرتي فلوس، والناس الكل تعرف في ابناء النادي رياضي بنزرتي وحتى من خارج السيابة انه الوضعيه الماديه في النادي رياضي بنزرتي ممتازه جدا مع الهيئه الحاليه ومع السيد الرئيس الحالي للجمعيه سمير يعقوب. معناتها ما فماش مشكله نتاع فلوس وسالاريات بالنسبه للملاعبيه، الامور الكل واضح كل واحد في السيابة هو الاشاعات. فما اتصالات مع الكلوب ولا ما فماش رسميه بطرق رسميه؟ صار حتى اتصال مع الهيئه المديره ولا اي مسؤول ولا اي فريق لا من تونس لا من خارج تونس، وانت جبت على نادي الافريقي ما فما حتى اتصال مع الخيام في نادي الافريقي. باهي منجم ابراهيم يحب يتفاعل معك. خويا حمزه شنو حوالك؟ لاباس؟ شنو حوالك سيمون؟ عايش كباهي بربي. ردوا بالكم لان اليوم راهو عندكم جماهير فريمون ان اكزامبل، كانت تفكر كل عام وقعدت تشوف وقت حمادي العقربي الله يرحمه وينعمه صارت له كارته حمراء، الجمهور اللي قال حمادي لا حمادي لا، معناها جماهير عندكم جماهير ممتازه جدا. لكن اليوم راهو لونتوراج نتاع النادي البنزرتي ثم ناس قاعده تتحرك راهو لمصالحهم مش لمصالحه النادي البنزرتي. لان اليوم انا نصحكم بحاجه، سواء ان برولونغاسيون دو كونترا نتاع اشرف كرير اليوم، لان اليوم اشرف كرير راهو السي ا بي الي اون بوزيسيون دو فورس خاطر مازال له جوسكون 2026. اما اذا كان باش توصل نهار ويوصل مازال له عام بركه مع النادي البنزرتي يولي اشرف كرير اون بوزيسيون دو فورس. حذاري من لونتوراج وانتم تعرفوهم شكون اللي قاعدين يخدموا مصالح عموما. 2026 الكونترا 2026 اما اذا كان يبدا مازال له عام بركه الى لو دروا ينجم يعمل بروبوزيسيون باش يشري الكونترات نتاعو، لان سي ميو كو النادي البنزرتي. والملاعب راهو مشكله كبيره اخرى، الملاعب اذا كان عنده اسرتان مومون سقيف النادي البنزرتي ماهوش الكا هذايا، مازال له عام ونص في الكونترات نعرف عام ونص، اما سو كيل كونديسيون، واذا كان هو حاط في مخه باش يمشي راهو ثم انتوراج في النادي البنزرتي قاعدين يخدموا في مصالحهم مش في مصلحه نادي كبير وجماهير من طراز عالي. وانا نعرف شنو نقول. هذا اللي قلته سيمونجي ومشكور ويرحم والديك سورتو على الكلمات الجميله بحق جمهور نادي رادي بنزرتي، وهذا ما يخفى على حد انه جمهور سيابي فاناتيك، جمهور سيابي مهبول بالنادي رادي بنزرتي، مهبول بجمعيته، يضرب مع جمعيته، ويمكن كل كلمه من نوع هذا تجم تمس ولا تخوف. وعلى ذلك كنا موجودين احنا، واحنا موجودين اليوم سواء كهيا مدير ولا انا كانت رسمي غيان كو باش نخرجوا ونكذبوا، بالعكس ونطمنوا الجماهير نعطيهم كان صحيح، كان اشرف ولا غير اشرف، اي ملاعب باش يخرج انا باش نخرج ونقولوا راهو الملاعب قصد ربي. بالنسبه لاشرف كرير تم تمديد عقده، كان هو عقده يوفى جوان 2025، قعد مع الرئيس وزادت العام تاع الكونترا هذا حتى لجوان 2026. أشرف من بعد نجم نزيدوا نقعدوا معاه ونحكيوا معاه. أشرف إذا هو زاد كيف كيف ولا غير أشرف، أي ملاعب يرى روحه أنه يجم يقصد ربي ولا يرى روحه يحب يمشي، يجم يقعد مع الهيئة، يقعد مع رئيس النادي، يتفاعلوا في النقاط الكل ويمشي على روحه. ما عندناش مشكل في النقطة هذه، احنا مشكلتنا هو بث الإشاعات والفتنة. أنت حكيت اليوم على ناس محيطة تحاول باش تبث البلبلة لمصالح شخصية، إكزاكتوموسا هذا اش قاعد صاير بالضبط. واحنا قلنا لازم الفئه هذه تبعد تكارتيه تحطها في كوان، وبيحاول ليه مع جماهيرنا الوفيه باش تتحط في كوان، لانه البارح دوب ما هبط انا التكفير
تفاعل كبير مع جمهور سيابي، كان جمهور فرحان كيفاش تم التقديم بالوقت وعطوهم المعلومه الرسميه الهيئه المديره، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه احنا، لانه اليوم السيابي تستحق باش بنظر فيها كل جمهورها كل ملفوف عليها، مش مصالح ضيقه. اليوم موجود سمير يعقوب، غدوه غادر سمير يعقوب يجي رئيس اخر، يعني وهذه سنه الحياه، معناتها النادي الرياضي بنزرتي دائم والاخصاص زائلون معناتها. لكن اليوم دونك فما سمير يعقوب وسيد سمير يعقوب في رئيس النادي ومعاه المدير نتاعو، شويه احترام، شويه احترام لجمعيتك اللي انت تدعي بحبها، رغم اللي نشك برشا الناس اللي تحب، لكن انت تدعي بحبها وعامل صفحات باسمها، خويا ما تخدمش بها يرحم والديك، وخلينا رايدين وخلينا مركزين على ماتشاتنا توا. يعني فما عوامل خارجيه اسلام مقلقتنا، فما اليوم كيما نقول الكره بتتر مش ماشيه، سيابات كور تخلق فرص لكن الكره مش ماشيه، فما مشكله نتاع تسييم قدام المرمى وقاعدين نخدموا عليه، ومشكور ستاف نتاعنا قاعد يخدم مع مهاجمينا باش ان شاء الله يا ربي ابارتي المباراه الجايه والمباراه القادمه ان شاء الله تتحل العقده وترجع سيابات الانتصارات نتاعها. نزيد عليهم انا الاكسترا سبورتيف، الحكام اللي عملوا بينا اللي حبوا، معناتها 6-7 نقاط خسرهم الفريق جره الاخطاء التحكيميه والاغلاط نتاع الحكام واخرها المهزله التحكيميه في مباراة النجم الرياضي الساحلي، معناتها ليزي عندك حاجات اكسترا سبورتيف انت كهيئة لازمك تقف عليهم وتضرب على حقك وتجيب منهم حقوقك، تلقى روحك تتضرب من جنابك من ناس تدعي حب النادي الرياضي البنزرتي، وانا متأكد نادي